اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا في هذه اللحظات الفريق يستعد لمباراه المقاولين العرب النهارده، التدريب الاساسي والرئيسي داخل الفريق. طبعا معسكر مغلق، عندنا مباراه مهمه جدا مع المقاولين العرب، مباراه ضمن مباريات الدوري، وفي اطار طبعا بالتاكيد اخر المباريات قبل السفر الى كاس العالم للانديه. لذلك اذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي حاضر التدريب ومتابع لكل اخبار التدريب هذا المساء. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمني بقى على الاخبار وعلى التدريب واخر الاجواء عندك في ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب غدا باذن الله. طبعا الاهلي بيستعد لمواجهه قويه جدا في الدوري الممتاز، هتكون بكره باذن الله في الخميس على استاد الاهلي والسلام مع فريق كبير هو فريق المقاولين العرب، يا رب باذن الله يكون الفوز بكره من نصيب النادي الاهلي. تمرين النهارده الساعه 3 عصرا بحضور الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ويمكن شاهد المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. المران النهارده كان مغلق لكل اعضاء النادي الاهلي عشان التكتيك الخاص بالمباراه، ولكن مستر موسيماني النهارده امبارح كان الحمل التمرين كان عالي جدا، فالنهارده فضل راحه اللاعبين خوفا على اصابتهم، والنهارده التمرين كان خفيف خالص، يمكن كان معظمه طايره والتكتيك بس الخاص اللي هيكون موجود في مباراه بكره. يمكن النهارده كان في محاضره فيديو استمرت حوالي نص ساعه قبل بدايه المران، يمكن المران بدا في الثالثه والنصف، كان محاضره فيديو عشان خاطر فريق النادي الاهلي يشاهدوا فريق المقاولين العرب ويتعرفوا على نقاط القوه والضعف في فريق المقاولين العرب. مستر موسيماني قبل اي مباراه لازم يكون في محاضره فيديو يتكلم فيها مع اللاعبين، يشرح فيها خطه اللعب اللي هتكون بكره امام فريق المقاولين العرب. النهارده كان في جلسه ما بين موسيماني ومحمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، جلسه طويله استمرت حوالي 10 دقائق. يمكن ايضا جلسه بين كابتن خطيب طبعا ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن مستر موسيماني كان حريص برضو يتكلم مع كابتن خطيب حوالي 3-4 دقائق. المسحه الخاصه بفريق النادي الاهلي ظهرت الكل سلبيه باستثناء مسحه اللاعب اكرم توفيق اللي ما شاركش النهارده في المران، ولكن لدقه المسحه بكره او النهارده يعاد لاجراء المسحه مره اخرى، وهتكون نتيجه بكره باذن الله. فبالتالي اكرم بنسبه كبيره جدا خارج مباراه بكره، لان طبعا النهارده اكرم ما اتمرنش حرصا على سلامه باقي اللاعبين. بطمنك وبطمن كل المشاهدين بكره باذن الله المسحه تكون سلميه، ولكن النادي الاهلي على طول الاداره عنده الاداره الاداريه او الكابتن صالح حفيظ طبعا مدير الكره وباقي الاداره الاداريه يعني طبعا على طول فضلوا استبعاد اللاعب خوفا على سلامه اللاعبين. بكره باذن الله نطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز ما جاء النهارده في مران النادي الاهلي. الاهلي بيستعد لمحاضره ملعب التتش، يمكن في باصين، باص للجهاز وباص للاعبين طبعا طبقا للاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا. طبعا هيتجه الى احد الفنادق الموجوده في التجمع الخامس ليله مباراه الاهلي والمقاولون العرب. طيب شريف اخر حاجه وسريعا، قفشه النهارده انتظم في المران الجماعي ولا الجهاز الفني يعني ممكن يكون رايحه من التمرين النهارده؟ عايز اطمن منك لان امبارح كان خرج بسبب كدمه، فالجمهور عايز يطمن على حاله قفشه في المباراه، ان شاء الله ممكن يكون موجود ولا النهارده التمرين كان ايه ظروفه؟ بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، قفشه شارك في المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وقفشه بيعلن جاهزيته بقوه لمباراه المقاولون العرب. الدنيا زي الفل باذن الله، مفيش مشاكل خالص بكره باذن الله. باذن الله قفشه موجود باذن الله، وهيكون له دور كبير باذن الله في مباراه الاهلي ومقاولين العرب. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان حاضرا لتدريب اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيره، واطلعنا على كل المستجدات واخر الاخبار استعدادا لمواجهه المقاولين في الدوري غدا. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.